هذه الفقرة مجرد مشاهد تمثيلية هدفها توعية الناس بالظواهر السلبية المتكررة خلال الشهر الفضيل للتقليل منها. أنيس سلعت البارحة ديك وين راهي؟ هاي ليك نرموها نرمون. لا خليها كيف ترميها؟ هيا أنا ليك هاي تشوف. أنيس راك حاب صوفا تبعني أنا في رمضان واحد يقفز على روحي راك تشوف هيا أنا هذه هي حطها من هيك ومن بعد نقول لك وش. أيمن أفد لي هذيك البيوت تاع الصلبة هذا قدامنا. لا كيف ترمي يا أنيس تبعني أنا في رمضان خليهم. أنيس راك حاب صوفا ولا ماكش حاب؟ صوفا بالحرام هيا أنا صاحبي ليك. يلا 5000 البطاطا 5000 زودي يا شابة يلا إذا حتكمل هكا ما تخدمش معايا. لا بلاي صاحبي ما تحرش بيا. لا ما تخدمش معايا دي أنيس. لا شوف ايش قال الله يهديك. هاي بطاطا شابة هاي بطاطا. السلام عليكم. مرحبا بك ميمتي. جوزي يا مدام جوزي. ياك السلعة شابة خويا. ايه شابة. اوزن لي من هنا الطماطيش. يعني دوك نتصوفوا تبان. ايه تبان. عليك مدام. يلا 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 يلا. زيدي بصل دير لي زوج كيلو خويا. صحيتي وليدي وزيد لي من البطاطا. زيد لها البطاطا انا زيد لها. اتهلا خويا خير لي حبات شابين. ودي ميمتي ما تحوسيش كاع تفهم. هذه جات 15 يا انيس. زيد لها البطاطا انيس حط زيد لي زوج كيلو بطاطا خويا. اصبرتو انيس تبعني انيس المراي تشوف هذه جات 8000 انيس نحي يدك المراي تشوف. انا انيس يا ودي تراك حاب تصوب تلفاني. اخويا شد السلعة تاعك مسخر بيا خويا. تمد لي حاجة الشابة غير من الفوق ومن تحتها كاع مدودة. يا مدام تحتها كامل مواسية. درنا الخضرة المدودة اودي. حسبي الله ونعم الموكل فيكم خويا. سرحتك ولحلة تربحكم. انيس ما عندها احملها عندها كامل تجي تكونتري ولا كيفاه اودي. الله يهديك انيس تدعي لها روحها اودي. الله يهديك صاحبي يلا يلا يا مدام يلا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أهلا مرحبا بك حنوني. معك كنترول جيت نشوف شو السلعة. شوف انا كنا راح نرموها يا طماطيش عليها هكا زروديه. لا لا هذه زروديه. الزروديه تحطها فوق الطابله ما تعرفش تخبيها مجيلي من هي. هاي يا ودي ليك انا حاطينها هاي ليك ما نقيناهاش بال صافي. الشابه حاجه الشابه تحطوها من فوق والعيانه تحطوها من تحت. معليش بطاطا فانيك. لا لا قولها لي هذه تديها لداركم. هذه وشنو هذه بحتوها راح تبيعوها. ها طماطيش هذه قاع دونك ندير لكم بروسي والسلعة هذه كومبليسيزية تخلصوها غالية. هيا عرفتو أيمن عجبتك هكا دام تجي من الآخر يا أنيس ما غادا تنسى السلعة كي راحت. فاتوني الناس حنا صح حنا حابين نربحو شحال اللي حاب يربع عام طويل ماشي في رمضان. لا لا حنا معليش دوك نروحو نشوفو خدمة على روحنا خير من قاعد هذا ومليحة كتكاكينة وتكاكيت. قا
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق.